التخصصات المطلوبة لوظائف هيئة الزكاة والجمارك وطريقة التقديم. يثار تساؤل لدى العديد من الأشخاص حول وظائف هيئة الزكاة والجمارك في المملكة العربية السعودية كيفية التقديم عليها بعد الإعلان عنها، وتعتبر وظائف هيئة الزكاة والضريبة من الفرص التوظيفية المهمة في المملكة، حيث تلعب الهيئة دورا حاسما في تنظيم وتطبيق الأنظمة المالية والضريبية. ولذلك فإن العديد من الأشخاص يسعون للعمل في هذه الهيئة والمساهمة في تحقيق أهدافها. وظائف هيئة الزكاة والجمارك. أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر موقعها الإلكتروني المعروف ببوابة التوظيف عن توفر 7 وظائف شاغرة لحملة درجة البكالوريوس في مدينة الرياض، وفيما يلي تفاصيل الوظائف. أخصائي رئيس في الرواتب والمزايا. أخصائي ضمان الإيرادات. خبير تجربة العملاء وظيفتان. مدير الخدمات المساندة بالفروع والمنافذ. رئيس التدقيق الداخلي. أخصائي قيادة الاستراتيجية. التخصصات المطلوبة لهذه الوظائف تشمل: الموارد البشرية، إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة، الإدارة العامة، أو أي تخصص ذي صلة. طريقة التقديم على الوظائف. يمكنك التقديم على وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من خلال الموقع الرسمي لهيئة الزكاة، ويرجى اتباع الخطوات التالية لإتمام عملية التقديم. قم بزيارة موقع هيئة الزكاة الرسمي المخصص للتوظيف. انقر على زر تنفيذ الخدمة. عليك بقراءة جميع التفاصيل المتعلقة بعملية التوظيف. يتم النقر على خانة الانتقال إلى البوابة الخاصة بالتوظيف. قم بتحديد الوظيفة التي ترغب في التقدم لها من خلال كتابة اسم الوظيفة المطلوبة وتحديد الموقع المفضل. تأكد من إدخال جميع تفاصيل الوظيفة بشكل صحيح. انقر على خانة خيار خاص للتقديم على الوظيفة. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك الحالي أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب سابق. أدخل جميع البيانات الشخصية المطلوبة لعملية التقديم. قم بإرفاق جميع المستندات والأوراق المطلوبة. انقر على خانة تقديم الطلب. انتظر قليلا حتى يتم تحديد موعد للمقابلة.